السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة من وصفات طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير حلوة فوغي نواغ. كنتمنى هاد الوصفة تنال اعجابكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة غادي نبدا بها هي تحضير الكريم شونتي. عندي كريم شونتي غبرة، ممكن ديروا اي نوع متوفر عندكم. هاد النوع هذا كتضيفوا ليه 4 اترو ديال الحليب. غادي تلقاو الطريقه ديال التحضير ديالو في العلبه اللي كتكون محطوطه فيه هاد الخنيشه. درت 4 اترو ديال الحليب. عندي هنا واحد 3 معالق كبار ديال الحليب غبره. هذا غير بغيت نكه به، بغيت نبدل النكهه ديال هاد الشونتي. ممكن انكم تستغناو عليها. صافي غادي نطلعها. صافي الكريمة ديالنا طلعت. مش كنعرفوها انها صافي راها ولات مزيانه، كنقلبوها بحال هكا وما كطيحش كيف كتلاحظوا. دابا كندوزو للتحضير ديال الطورطه. عندنا هنا لاجينواز اللي غادي تلقاو الوصفه ديالها في الرابط اسفل الفيديو. انا هنا درت غير غادي ندير غير طورطه صغيره. كناخذ السيرو، اي سيرو متوفر عندنا، ممكن عصير او عصير الليمون، او ممكن تحضروا من كاس ديال السكر وكاس ديال الماء مع طريف ديال الحامض، تخليوه كيغلى. غادي نصاي به هاد لاجينواز. غادي ندير فوق الطبقه ديال الكريمه اللي حضرت. سرحها مزيان. كنسرحها مزيان. ممكن ناخذ قطعه من لاجينواز وحده اخرى. كندير نفس الطريقه، كنسقيها بالسيرو كندير الكريمه. دابا الطبقه الاخيره كناخذ الوجه اللي هذا هو اللي كان الفوق. غادي ندورها، غادي نسقيها من هنا، ولكن غادي نحطها على هذا الوجه ونسقيها بالسيرو. دابا غادي نغطيها كامله بهذه الكريمه. غنغطي حتى الجناب. صافي دابا من بعد ما كملت الكريمه كامله، كناخد الشوكولاط كنقطعو بالمونص على هذا الشكل. غادي ندوزو على الجناب ديال التورته. كندوزو على التورته كامله. دابا غادي ندوز نزينها من الفوق. من بعد ما زينتها من الجناب بالشوكولاط، كناخدو جيب الحلواني كندير فيه هاد الطابع هذا اللي على شكل ورده، وكندير دوائر. كنكمل بنفس الطريقه التورته كامله. من بعد ما كملتها كامله كناخذ حبات ديال حب الملوك المعلب، غادي نخشيه بحال هكا. من بعد ما كملتها كناخذ الشوكولاط اللي تبقى ليا اللي قطعته حتى هو بهذا الشكل، كنديرو في الوسط.
هذه هي التورته ديالنا ديال اليوم، تورته فوغي نواغ. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كيف كتلاحظوا راه الطريقه ديالها سهله بزاف والشكل ديالها كيجي زوين. كنتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه.